على اليوم الأول الاختبارات كان عندنا النهاردة اختبار اللغة العربية، رأيك إيه يا إبراهيم في الاختبار؟ رأيي فيه إن هو جميل علشان كان هو تطوير وكان مدينا مساحة كبيرة، وكان بيقيس الفهم وكان معتمد على الفهم مش الحفظ، وإحنا كنا متحمسين قوي وامتحان العربي ده شجعنا على الامتحانات الجاية، وهو بالنسبة لي كان سهل جدا. شكرا يا إبراهيم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الاختبارات القادمة. ممكن تقول لنا رأيك ايه في اختبار اللغة العربية؟ كان اختبار جميل جدا واللي احنا كنا متدربين عليه، وكان شامل كل حاجة في الكتاب، ومستر احمد برضه ساعدنا كتير، وكان امتحان جميل جدا. جميل جدا يا فضل، بنتمنى لك التوفيق في الاختبارات القادمة ان شاء الله. ان شاء شكرا. الله. النهاردة اختبرت اختبار مادة الساينس، رأيك ايه أروى في الاختبار؟ الاختبار سهل وجميل ومفيهوش حاجة، بس هو معتمد على التفكير، وهو مدته كمان كانت حلوة، إن هي كانت كتير جدا عشان تقدر تفكر، عشان كان في معظم الأسئلة فيها تفكير شوية. أتمنى إن كان يبقى فيه جيم فيجن اللي هو حسابات، عشان كنت بعمل أكتب يعني كده. راضي على الاختبار بسرعة عامة يعني؟ ما شكرا يا اروى، نشوفك ان شاء الله، رب بالتوفيق ان شاء الله في الاختبارات القادمه ان شاء الله يا اروى. ممكن يا لارا تقول لنا رايك ايه في اختبار النهارده الاي سي تي؟ جميل جدا يا لارا، ممكن تقول لنا النهارده ايضا اختبرت ماده الدراسات الاجتماعيه، رايك في الاختبار ايه؟ طب في حاجة في اختبارات عموما قابلتك تتمنى ان هي تكون موجودة؟ راضي عن الاختبارات؟ تمام، شكرا يا لارا، بالتوفيق في الاختبارات. النهارده يا لانا انت اختبرت مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الاي سي تي، رأيك ايه في الاختبار الدراسات الاجتماعية مبدئيا؟ جميل جدا يا لانا، ممكن تقول لنا رايك او ايضا في اختبار الاي سي تي؟ بالتوفيق يا لانا في الاختبارات القادمه ان شاء الله، مع السلامه. في الصف الرابع على الابتدائي. النهارده يا تيم اختبرت ماده المهارات المهنيه، رايك ايه في الاختبار؟ كان كويس، والامتحان كان فيه هدوء، والمعلمين كانوا بيهدونا يعني كده، وعشان كان يعني بعيد عن الناس اللي هم بيعملوا يعني دوشه وكده، فكنا ايه بنحل كويس. الاولاد اللي كانوا قصدك يعني ان انت بعدت شويه عن اجواء الفصول جريد 1 و2 كده، فعلا اللجنه بتاعتكم هي فوق علشان تبقى اكثر هدوءا. طيب يا تيم، انا عايزك تتكلم شويه على الاسئله ونوعيه الاسئله والوقت، هل مناسب ولا لا؟ كلمنا على الاختبار بشكل اكبر شويه. الوقت كان ساعة ونص، دول كان يعني كافيين ان احنا نجاوب كل الاسئله ونراجع مره واثنين وثلاثه. طيب حابب حاجة تضيفها بخصوص الامتحان؟ ايه عايز تضيف ايه؟ ان الأسئلة كانت متنوعة مش من درس واحد، من كذا درس. بالتوفيق يا تيم ان شاء الله في الاختبارات القادمة. النهاردة اختبرت مادة التربية الدينية، ممكن تقول لي رأيك ايه في الاختبار؟ وكان
طيب بالنسبة لنوعية الأسئلة اللي كانت موجودة في الاختبار، هل كنت مدربين عليها؟ هل وجدت صعوبة في الاختبار؟ شكرا يا آدم، إن شاء الله بالتوفيق في الاختبارات الجاية إن شاء الله. شكرا يا آدم. جميل يا مروان، النهارده انت اختبرت مادة الساينس ومادة الدراسات الاجتماعية، صحيح؟ ايه رأيك في الاختبارات، اختبارين اللي اختبرتهم النهارده، ورأيك عموما في الاختبارات؟ طيب تتمنى تكون حاجة موجودة في الاختبارات والنهارده ما كانتش موجودة؟ طب ايه المميزات اللي انت شايفها في الاختبار، خاصة ان دي السنة الأولى اللي انتوا اختبرتوا فيها؟ كنتوا جاهزين لها؟ طيب عايز تضيف حاجة بخصوص أي اختبار انت اختبرته قبل كده؟ ماشي، بالتوفيق في الأيام الجاية إن شاء الله يا مروان. ممكن تقول لنا رأيك النهارده في اختبار الإنجليش؟ انت النهارده يا فضل الرحمن اختبرت الانجليش، رايك في الاختبار النهارده؟ والله كان اختبار جميل جدا، وان هو كان اختبار سهل ما كانش اختبار صعب، والمستر عمرو كان مدربنا عليه وكان جاي من النماذج. حابب تضيف حاجه تانية يا فضل؟ شكرا يا فضل الرحمن، وبالتوفيق في الايام الجايه ان شاء الله. النهاردة يا محمود في اليوم الأول للاختبارات اختبرت مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، ممكن تكلمنا النهاردة على الاختبارات وهل كنت مستعد لها؟ كلمنا عموما على الاختبار. كان سهل ومتدربين عن الامتحان. الامتحان بس سهل، سهل جدا، ما فيهوش أي حاجة صعبة، بس هو محتاج شوية تفكير، والوقت كان عندنا كويس، والوقت كان كويس، واحنا قدرنا ان احنا نحل في الوقت المناسب، وكان في نص ساعه متبقيه ان احنا نقدر ان احنا نراجع فيها ونتاكد من اجاباتنا، وكمان عدد الاسئله ما كانتش كتير على الوقت اللي المفروض المحدد لينا. طب مع انتهاء الاختبارات يا اروى، رايك في الاختبارات عموما في كل المواد؟ الامتحان سهل قوي، بس احنا لو ذاكرنا كويس وعملنا اللي علينا حتى لو نقصنا فان شاء الله ما ننقص يعني، بس نذاكر ونعمل اللي علينا وان شاء الله ناخد الفول مارك. واصلا الامتحانات سهله جدا، بس هي محتاجه ان احنا نفكر مش اكتر. شكرا يا رب، بالتوفيق ان شاء الله يا رب، مع السلامه. ممكن النهارده يا فضل تقول لي رايك في اختبار الماث؟ انه كان شامل كل حاجه في الكتاب، وكان وقته على قده، كنا قعدنا بس 10 دقائق نراجع، وانه كان امتحان جميل جدا وسهل مش صعب. اختبارات، رايك في الاختبارات عموما؟ انها كانت اختبارات مش وحشه خالص ولا صعبه زي ما كنت فاكر، وانها اختبارات جميله قوي زي اختبارات المستر كان بيديها لنا عادي. ماشي، شكرا يا فضل، بالتوفيق. ممكن تقولوا لنا النهارده على رايك في اختبار الماث؟ هو كان سهل بس كان محتاج تركيز، وهو كان مدته ساعه ونص وهي كانت مدته حلوه، بس انا اتلخبطت في حاجه وما خدتش بالي ان انا اتلخبطت فيها. ان شاء الله تعوض الايام الجايه يا لارا. قولي لي مع انتهاء الاختبارات، قولي لي رايك في الاختبارات في العموم كلها، كل المواد اللي انت امتحنتوها. يعني كلهم سهله ووقتهم مناسب، كنا خايفين قبل الامتحانات بس طلع ان هي سهله جدا. بالتوفيق يا لارا. النهارده كان عندك اختبار ماث يا ابراهيم، ممكن تقول لنا النهارده رايك في الاختبار؟ هو كان سهل، بس انا في البدايه كنت خايف لان الماث يعتبر ماده صعبه، بس لما دخلت الامتحان كان سهل جدا. رايك في الاختبارات مع انتهائها يا ابراهيم؟ هي كانت كويسه علشان هي بتقيس الفهم مش الحفظ، وانا كنت في الاول خايف منها، بس لما دخلت اول امتحان حسيته سهل، فعرفت كده ان الاختبارات كلها سهله. بالتوفيق يا ابراهيم، شكرا.